هلا بعكس السيستم اللي حكينا عنه لحد الان اللي هو دروبريدج او كثير بعض السيستمز الثانيه اللي بكون السيستم داينامكس مش مهم فيها، هون واضح انه هذا السيستم داينامكس مهم. عندنا هذا هو هون نقدر نعتبره سمبل بندلم، يعني اعتبرنا اهملنا رح نهمل الوزن هذا الكتله اللي هون اخذتوه، مش اخذتوه في الفايبريشن او في الداينامكس. هون عندي كانه الكتله مركزه كلها في نقطه او مركزه في المركز اللي هون. فاللي بيهمنا الان بشكل رئيسي اللي رح يعطيني الفريكونسي الناتشرال اندامد فريكونسي تبعت هذا السيستم هي المسافه من مركز هذا هون لحد مركز الكره. وزن تتذكروا اذا عملتوا الاشتقاق رح تلاقوا انه يطلع معي المهم بالنسبه لي هو ال على جي سكوير. اظن اذا انا مسوي اوميجا ان بتساوي سكوير روت اوف ال على جي. ال اللي هي المسافه من مركز هذا لمركز الكره من هون، وجي طبعا اللي هي الجذب. ولاحظوا انه ام الماس هاي ما تدخلش هون. فاللي بهمنا بالنسبه للاندامب ناتشرال فريكونسي تبعت السيستم هذا هو ال على جي. هلا هذا السيستم مهم عندي سيستم داينامكس، يعني مثلا ممكن هون بيرجع لليوزر ريكويرمنتس والسيستم دايناميك يوزر ريكويرمنتس. يعني ممكن تكون اليوزر ريكويرمنت اني انا بدي اركب هلا هون بدي اركب محرك على هاي الجهه وعندنا فيدباك على الجهه، عفوا الفيدباك وين على الجهه وين هاي البوتنشيومتر. فعندنا بوتنشيومتر على هاي الجهه حتى يعطيني فيدباك بوزيشن. طبعا اذا بدي سيستم مور بروفيشنال ما بستخدم بوتنشيومتر، شو بنستخدم؟ شافتنج كودر. فبنركب هون شافتنج كودر، وكمان جيد اذا بقدر استخدم ابسولوت شافتنج كودر. الابسولوت شافتنج كودر بتعطيني البوزيشن حتى لو طفيت كهرباء ورجعتها بعطيني البوزيشن. الانكريمنتال شافتنج كودر راح احكي عن الاثنين بعطيني بس البلسز اللي عملها تطلع بعطيني السرعه. كمان هم هون لما اشتغلوا الشباب ركبوا هون اردوينو بحيث انه ياخذ فيدباك ويدخل، ممكن هذا تربطه بالسيميلينك، مش ربطتوه بالسيميلينك فدخلوه على سيميلينك موديل، فعلى السيميلينك موديل في موديول اردوينو انبوتس واوتبوتس، فصرت تقدر تشوف انت على نفسها وكان تبني الكنترولر حتى في السيميلينك. فبالسيميلينك نفسها ممكن نبني الكنترولر بي اي دي كنترولر تاخذ وترجع على المحرك اذا كان مثلا المحرك اللي موجود هون. فعندنا هي اكتويتر، هي طبعا هون السنسر اللي موجود هون، عندنا هي البلانت مزبوط، والكنترولر بدنا نركبه احنا على البي سي. نعم الكنترولر هاي الحاله شو بده الكنترولر شو بده يعمل؟ تمام اوكي. شوف هلا افرض انا اجيت، افرض انا بتحكم هون بالزاويه مش بالسرعه، ما يعني احتمال ضعيف انا بتحكم بالسرعه، انا هون الاحتمال الاكبر بدي اتحكم بالزاويه لسبب معين. انا بدي هذا ينتقل من هون لهون خلال مثلا 3 ثواني، وما بدي هون اوفر شوت او بدي احدد الاوفر شوت اللي بصير، لانه هذا هلا لما ينتقل من هذا المكان لهذا المكان رح ينتقل انا كاني بعطيه ستيب فانكشن بالثيتا مزبوط. فكانه الانبوت او يعني اذا بدك تسميها يو اوف تي هي عباره عن ستيب فانكشن بتنتقل، وهي ثيتا، وثيتا رح تنتقل من زيرو مثلا ل 35 درجه فرضا، واعطيته انا ستيب فانكشن هذا اللي انا طلبته. هلا طبعا هذا مستحيل ينتقل ان زيرو تايم من هون لهون مزبوط، فبده يصير الانتقال بدها ترتفع. هلا هون راح يشتغل المحرك، المحرك راح يرفع هذه النقطه من هون لهون، لما يوصل عند النقطه هلا هون طبعا راح ياخذ زمن حتى يوصل اللي هو الرايز تايم مزبوط. فراح يعمل عندنا هون بهذا الشكل هيك، ومثلا راح يعمل اوفر شوت عند ال 35 راح يعمل هيك بعدين يوقف وممكن يضل ستيدي ستيت ايرور ما بعرف حسب السيستم والديزاين تبع السيستم. شو يعني ستيدي ستيت ايرور؟ يعني بدل ما يوصل 35 بوصل مثلا 32. دكتور لو اعطيته ديستربنس، وانت لو اعطيته ديستربنس برجع، لو انت هلا هون لما وصل عند النقطه هاي اعطيته ديستربنس لسبب معين راح تلاقي الديستربنس اثر فيه، بعدين شو رجع عمل؟ تغلب على الديستربنس عن طريق المحرك. اوكي يعني نفس ما هذا المطلوب، هذا طالبينه. احنا هون طالبين يعني هدفنا من هذا، احنا طبعا انا ما مش معطيك انا ابلكيشن شو هو هذا، بس اي شيء الاشياء اللي كنا نحكي عنها مثلا اللي تتحرك، حكيت لكم انا هون حكينا هون بهاي المحاضره عن مثلا الليزر بيم اللي عماله بيحاول يفتت مثلا اشياء بالفضاء او شيء، نفس الشيء راح يعمل هو بس ما راح يكون هون، بس هي نفس الفكره، عماله بده يحمل شيء ويوقفه في مكانه يثبت في مكانه، ما راح اسكر ميكانيكال بريك عليه. طيب دكتور، طيب هلا وصل مثلا صار في زاويه ثالثه مثلا، تمام
30 درجه. طيب اوكي كيف هلا بده يضل شو اسمه نفس البوزيشن تبعه؟ طيب ما هذه قوه السيرفو موتور او ستيبر موتور. يعني هلا راح يضل يعطي تورك طبعا بده يضل هلا هو معطيه تورك حاطط عليه تورك. وهون الصعوبه انه يضل حامل السيستم هذا بدون ما اسكر ميكانيكال بريك عليه. يعني احنا ما بدنا نحركه الشطاره مش انه احركه لا يوصل مكان هاي وبعدين يكون عندي ميكانيكال بريك يسكر، لانه هذا بده يضل يتحرك مع الهاي. يمكن بده يعمل تراكينج للاوبجكت هذا. يعني يمكن هلا خلينا نرسمهم بلونين مختلفين حتى تشوفوا حتى تفهموا الاختلاف. في عندي ديزاير وفي اكتشوال. خلي الديزاير يكون الاحمر، خلي الاكتشوال يكون الازرق. يعني في ديزاير لوكيشن لهذا وفي اكتشوال لوكيشن. فاحنا الديزاير بدنا اياه اول شيء اول ما شغلنا السيستم طلبنا منه ينتقل مثلا من زاويه 0 لزاويه فرضا هاي نفترض هاي 30 درجه، 30 درجه مع الفيرتيكال يعني هاي بدها تصير 30، هاي الزاويه بدها تصير 30 منه. كانت 0 فبدينا التايم 0 رفعنا هاي صار الديزاير من هنا. فصار الاكتشوال يتحرك السيستم مثلا نفترض ما كانش في اوفر شوت. عمل هيك هاي بالرايز تايم، كيف بقيس الرايز تايم بالحاله هاي اذا ما صار في اوفر شوت؟ 10% ل90% كنتوا تاخذوا اول شيء التعريف احد التعريفات 10% ل90% لانه ما فيش معنى للرايز تايم. مزبوط؟ لو في اوفر شوت وين بصار الرايز تايم؟ لما اول مره بقطع الديزاين. اذا هون عندي هي صار هلا انت سالتني مثلا هلا بده يضل ثابت هون. هلا ممكن بالتراكنج انا قررت انه الاوبجكت هذا محله تغير اللي بدي انا مسلط عليه الهاي، فشو راح يصير عندي بالديزاير؟ الديزاير راح يتحرك فرضا لهون. شو لازم يصير الاكتشوال هلا يحاول يعمل؟ يحاول يتغير. فرضا مثلا يحاول بهذا الشكل هنا. بدنا نضلنا باستمرار بدنا نضلنا مشغلين السيستم بهذا الشكل، ما بدنا نسكر بريك ميكانيكال بريك عليه. هلا انت اذا انت بتعتقد انه هذا اليوزر ريكويرمنت، هلا كله بيعتمد على اليوزر ريكويرمنت، يمكن يقول لك اليوزر انا ما عندي مشكله، انت انقل لي اياه وسكر البريك عليه وثبته وخلص اطفي المحرك. بصير. بس الاصعب طبعا انك بتضلك انت عامل تراكنج طول الوقت، او يضل حتى هذا يتغير، مثلا ممكن يكون ساين ويف. بدنا عمالنا بنحاول نعمل نتبع، او ممكن يكون عندي 2 ديجريز اوف فريدم، يعني يكون هذا مثبت على منصه دائريه. فالمنصه الدائريه بتتحرك وهذا بيتحرك بنفس الوقت، وهذا بيعطيني فاي مثلا وهذا ثيتا، عم بتحكم بتو فيربلز. فاي وثيتا بنفس الوقت، يعني هاي بتلف القاعده بتلف والثاني بتلف بحيث اني بعمل سكان لشيء. وهذا بضل باستمرار يتحرك معك الان، بده يضل هذا يتبع من هون، في عندي فيدباك، فيدباك راح يرجع على الكنترولر، هلا الكنترولر ممكن تحطه هون. وممكن بحالة هذا في عندكم انتم ديمو عليها كان هاي؟ في فيديو موجود؟ طيب ابعث لي اياه عشان نعرضه المرة الجاية. إذا عندنا هون هذول راح يصير روح على الكنترولر، يا الكنترولر بكون هون مش بقدر أحط الكنترولر في الأردوينو نفسه أو بتحطه في السيميلينك إذا بدك. الحلو في السيميلينك إنك أنت بإمكانك تاخذ الفيدباك وتشوفه على سكوب على السيميلينك. وبعدين انت تصير تعمل تيونينج للكنترولر والاوتبوت اللي بيطلع من الكنترولر برود بيطلع مره ثانيه، يعني الاردوينو صار هو الانترفيس بيننا وبين البي سي بين السيميلينك والبلانت. فبرجع منها فيدباك وبطلع اوتبوت، برجع طبعا الاوتبوت هذا بده يطلع خط من الاردوينو يروح على المحرك وبده يكون في طبعا انترفيس. ما اظن هذا الاردوينو يقدر يتحكم في الدي سي موتور، رح نحكي عن الدي سي موتور مثلا شو بده يكون تركيبته، كيف بدنا نشغله، احتمال بدنا اتش بريدج للدي سي موتور وبدنا نعمل عليه بلس ويث موديليشن عشان اغير الفولتج عليه، وبغير الفولتج بتغير الكرنت بتغير التورك تبعه. فكل لحظه من اللحظات له تورك مختلف. ميزه الدي سي موتور انه ممكن يحمل تورك ويضل مثبت تورك. يعني الاندكشن موتور ما بيقدر ات زيرو سبيد. اندكشن موتور ات زيرو سبيد صعب يعطيني تورك الكافي، لكن هون هذا بيقدر ات ستانسل يعطيني التورك اللي بدي اياه. بيرمنت ماجنت، اوكي؟ اذا صار عندنا هي هون هاي هلا هي الفكره العامه الان. هلا اليوزر ريكويرمنت راح تكون عدد من اليوزر ريكويرمنت، ممكن يكون عندي هذا الوزن. شو بياثر علي هذا الوزن؟ ما انا قلت انه بياثرش على اوميجا ان، ليش بهمني الوزن؟ بيعمل تورك بالتورك المحرك هذا لما بدي اختاره الان احد اهم الاشياء اللي بدي اختاره على اساسها بدي اجيب الوزن هذا وبدي اجيب الطول. مزبوط؟ وبدي اخذ اسوء حاله. يمكن تكون اسوء حاله مثلا امتى بتكون عندي اسوء حاله؟ 90. اسوء حاله لو الرينج تبعي 90، بس يمكن اليوزر يقول لي مش داخل عندي ال 90. اوكي؟ هاي مهمه. شو كمان الزاويه؟ اذا كانت الزاويه كبيره من هون، شو لازم اطلع في الموديل؟ ايش بهمني في الموديل؟ بطل الموديل، بطلت اقدر ابسط الموديل اقول انه ساين ثيتا بتساوي تقريبا ثيتا. متذكرين لما هلا رح نشتق الموديل، لما نشتق الموديل تبع هذا بطلت اقدر اقول اذا كانها ثيتا اقل من 10 درجات ايش كنا نقول؟ ساين ثيتا تقريبا بيساوي ثيتا بيساوي تان ثيتا، وثيتا كانت بين تان ثيتا وساين ثيتا، مزبوط؟ ها
هذا بطل صحيح. اذا الموديل صار هون طبعا تخيل التور كمان اللي بدي اياه لو المحرك بده يمسك هذا هون يضل مثبته على هاي عالي جدا طبعا. هلا بدك تكون انت منطقي وبدك تشوف شو اليوزر ريكويرمنت تبعت اليوزر. اليوزر يمكن يقول لك انا الزاويه ما بدي اتحكم فيها غير ب 10 زائد بلس 10 وماينس 10 مثلا ممكن. هلا هون واضح من اوضح الحالات اللي فيها هون واضحه انه في عندي مشكله بالسيستم داينامكس. هذا صعب جدا تتحكم فيه. نعم لو بدي سرعه تمام هو هاي كلها بدك تحسبها كل الحسابات بدك تحسبها. هون بنرجع لقانون نيوتن الثاني بنفس الطريقه مزبوط. ايش راح يدخل فيه قانون نيوتن الثاني؟ راح يطلع فيها بهمك الزاويه تعرفها اللي انت واقف عندها والسرعه بدك تمشي عليها. وكمان في عندي اكسلريشن لان هذا راح يعطيني انيرشيا مزبوط. قديش الانيرشيا تبعت هاي الكره على هذا الاكسس؟ اذا كان هي تقريبا بعتبرها في نقطه ام في اكس سكوير. خلص مباشره بام ام في اكس سكوير. طب ليش ما عملنا هيك في البليت تبعت اللي بدو درو بريدج؟ لا مو الماس كانت نفس الماس موزعة ماشي واضح. الماس في الدرو بريدج كانت موزعة في كل الدرو بريدج. كان في عندي هون وهون وهون ماس. ما بصير اني اخذ ماس واضربها في مربع المسافة. بس هون انا معتبر تبسيطا انه هاي الكرة كانها مركزة في نقطة. طبعا هذا كمان تبسيط لانه في جزء من الكرة بعيد وجزء اقرب. بس احنا بسطناها كلها كانها مركزة في مركز الكرة الماس. فبقدر اضربها في ال سكوير حتى اطلع الانيرشا تبعتها. هذا طبعا له انيرشا هذا الانيرشا. بس هذول كلهم مهملين. الانيرشا الرئيسيه راح تيجي من هون. ايش كمان في عندي تورك؟ قديش راح يكون التورك اللي بدي اقاومه من هاي الكره؟ 1000 في لا التورك الاوت اوف بالانس تورك مش الانيرشا. الانيرشا راح تنضرب في الفا مش هيك؟ ام جي في ساين ام جي. هلا راح يكون عندي ام جي في ساين ثيتا مزبوط. ام جي في ساين ثيتا راح تعطيني التورك اللي ناتج عن هاي الكره عند هذا الشاط. فاذا بتلاحظوا هلا هون هي المعادله نرجع لقانون نيوتن الثاني. التورك اللي بدي اخذه من المحرك من هون واحتمال كبير بدي اعمل جيرنج. انتوا عملتوا جيرنج لما شغلتوه بدون جيرنج ناقص تي اوت اوف بالانس لهذا بشكل رئيسي اللي هو ام جي في ساين ثيتا بده يساوي الفا. هلا بدك انت تفكر كيف الفا كيف بدها تكون محطوطه الفا قديش التسارع اللي انت بدك اياه. بدنا نحاول احنا نحط بعض يوزر ريكويرمنتس نفكر فيها نبني هاي الفا. وطبعا عندي هون سم اوف اي اي الرئيسيه راح تكون هاي اللي هي ام في ال سكوير. ام في ال سكوير راح تعطيني اي الفا اللي بدنا نفكر فيها من هون. اذا عندك جيرنج بدك تنتبه على الجيرنج من هون. الجيرنج راح اضرب ارفع التورك تبع المحرك مقدار الجيرنج. وطبعا احتمال يكون عندنا افشنسي زي ما عملنا هناك نفس الطريقه نفس الفكره. التورك اوت اوف بالانس راح يكون ام جي في ساين ثيتا في ال في ال تمام ام جي ال في ساين ثيتا مزبوط. اوكي اذا هلا هون احنا عم نكون استراتيجيه عامه. بدنا نفهم اليوزر ريكويرمنتس. لازم بدنا نحط شويه يوزر ريكويرمنتس. نفترض انه اليوزر حط لي الريكويرمنتس هدول من السيستم تبعه لما هو بده يحركه وقديش السرعه اللي بده يحركه فيها وقديش بده يستجيب. وهذا كله بيعتمد على الابلكيشن. بيعتمد شو الابلكيشن تبعنا. اذا انا عمالي بتبع ساتلايت عارفين في عندنا مثلا لو هذا دش وبده يتبع ساتلايت. الساتلايت بده يعمل فيجر اوف 8 بالسماء بس هذا حركته بطيئه جدا. فعمليا لما تنزل الحركه كثير بتصير السيستم داينامكس اهميتها اقل. يعني هذا الفيجر اوف 8 يمكن كل 24 ساعه. فاهمين شو الفيجر اوف 8؟ الساتلايت اللي فوق الاكويتر اللي بلف حوالين الارض او هم كلهم بلفوا حوالين الاكويتر بسبب انه الارض مش كره مش بيرفكت كره بيرفكت. اذا اطلعت على الساتلايت وضليت مسلط عليه بشوفه بيتحرك وتحركه بيعمل حرف الثمانية رقم الثمانية في الانجليزي. يعني حول 24 ساعة بدأ يتحرك شوية مكانه فبدي أتبعه. بس هاي سيستم داينامكس فيها بسيطة. الصعوبة في السيستم داينامكس لو اليوزر طلب مني مثلا السيستم يتحرك خلال ثانيتين من زاوية لزاوية اللي هي بتصير الريكويرمنت هاي وأعطاني بنفس الوقت أعطاني أوفر شوت وأعطاني رايز تايم اللي رجعنا للكلاسيكال بروبلم تبعت مين؟ كنترول تبعت الكنترول. أوكي